بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لازلنا نتواصل هنا من أرضية ميدان الإحباب وشوطنا الثالث الذي خصص لسن الفطامين الإبكار. المسافة هي 1500 متر. أبدأ مع المركز الأول، أبدأ مع صدارة الشوط، وجود من تحتل المركز الأول ومحمد بن مطر بن دحروي العامري يتقدم في هذه اللحظات مع مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني الشاهينية وسلطان بن علي الهناوي يقدم لنا الشاهينية مع المركز الثاني. ثالث التحديات والقادمة بكل قوة في هذه اللحظات الشاهينية، أحمد بن عبد الله بن رفيعة المركز الرابع من الجانب الثاني. متابعينا الكرام، المنطلقة هناك 21 تحمل، هناك الشاهينية ومحمد بن عتيق بن خفية الفلاسي يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس مناعة ومطر بن عبيد بالضبيعة الاكتبي، الله الله الله، العود مع المركز الاول، اعود مع صدارة الشوط مع سكان المقدمة. هناك من تنطلق وجود، لا زالت تفرض الوجود، لا زالت تفرض السيطرة الواضحة هنا مع هذه الشعارات التي تتابع هذه الانطلاقة، تتابع هذه التحديات والمنافسات. وجود مع المركز الاول ومحمد بن مطر بن دحروي العامري، الله الله، المركز الثاني الواصل في هذه اللحظات الشاهينية، وسلطان بن علي الهناوي يقدم لنا السلالة الشاهينية مع المركز الثاني. ثالث التحديات هناك عزامة وراشد بن علي بن رشيد الاكتبي، لكن وجود والشاهينية وجود تفرض نفسها في أرض الجود. تهانينا والناموس لمالك وجود محمد بن بطل بن دحروي العامري المركز الثاني. هناك الشاهيني سلطان بن علي